مكناس لسويسرا بياخد ساعة بالسيارة. مدينة إفران تعتبر سويسرا المغرب، بل وسويسرا أفريقيا. إفران مدينة أمازيغية، معناها باللغة الأمازيغية الكهوف. احترت في مدن المغرب، كل مدينة أجمل من المدينة اللي قبلها. إفران هي تاني أنظف مدينة في العالم حسب موقع أجراه NBC Times سنة 2013. هي مالها برادت كده ليه؟ معروف ان مدينة إفران بينزل فيها التلج في الشتاء، فالشوارع دي كلها بتبقى مغطية ابيض ثلوج، وجوها بيكون رائع. فصدق من سماها سويسرا المغرب.